رمالكم وستقبلون ثورة من وطنكم العزيز. هذا الأستاذ جليل اللي شارك في المسيرة في 75 وجانا من دوار بنكر في رمضان بن زعرورة هو غيقدم راسو وغنعطوا له الشهادة ويمكن بغى يقول شي كلمة في حق هذا الشيء. الحضور الكريم، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة نقف هذا اليوم لنخلد ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة التي أدهشت العالم. في 16 أكتوبر سنة 1975 أعلن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم مسيرة سلمية، وعندما نادى الملك رحمه الله شعبه بتنظيم المسيرة الخضراء السلمية أصبح كل المغاربة يتوافدون على مكاتب التسجيل للتسجيل بلائحة المتطوعين رجالا ونساء. احنا شاركنا في المسيرة الخضراء النهار اللي أعلن صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم مسيرة سلمية سارعنا إلى مكاتب التسجيل للتسجيل بلائحة المتطوعين رجالا ونساء. وفي 16 أكتوبر سنة 1975 بدأ التسجيل في لائحة المتطوعين رجالا ونساء، وهذا التسجيل هذه المسيرة كانت عندما بثت محكمة العدل الدولية بملف المغرب، وجاء رأيها الاستشاري معترفا المغربي في حقه في صحرائه. أنا جيت هنا هذا التكريم في كيكرمو هنا في طنجة، جيت عبر كيلومترات ليشارك إخواني وأخواتي المتطوعين وجيش التحرير ومن جميع هذه جيت نشارك معهم في الندوة. سعيد أن أشارككم بقصيدة شعرية تحت عنوان وقف التاريخ. مجدي الرفيع على مر القرون كالصرح المنيع، بلاد الملوك من دوحة الأشراف، من أدارسة إلى علويين موطن الجميع. هنا وقف التاريخ يهتف مفاخرا بمسيرة خضراء مضفرة كالربيع. تحية لكل من أعطى بدون مقابل واهتم بلا حدود، تحية إلى كل مغربي ومغربية سخروا أنفسهم للدفاع عن الوحدة الترابية والدفاع عن قضيتنا الأولى قضية الصحراء المغربية. نضال لا ينتهي، التمسناه في هذا الملتقى الجمعوي الفعال لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمناسبة المسيرة الخضراء الذكرى 48، مسيرة خضراء ملحمة وطنية يرويها الأجداد للأحفاد. مسيرة الخضراء ميراث الحسن الثاني رحمه الله، سطر فيها 350 ألف مغربي ومغربية لبوا فيها نداء المغفور له الحسن الثاني ليتمموا تلك المسيرة التي كان مفادها السلم والسلام. دائما وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله للدفاع عن مقدسات بلادنا المغرب الحبيب والدفاع عن قضيتنا الأولى دائما تحت الشعار الخالد الأبدي الله الوطن الملك. تقديم الشواهد التقديرية للجمعيات الخيرية اللي مشاو عند المنكوبين اثر فاجعه ديال الزلزال. دابا معنا واحد جمعيه اخرى، جمعيه خيريه اللي كاينه معنا في طنجه، واللي حتى هي قامت بواحد الدور مهم في اعانه وتقديم مساعدات للمنكوبين في تارودانت وفي الحوز. جمعيه دار الخير السقايا، نطلبوا من رئيس الجمعيه يتقدم معنا مشكورا تحت تصفيقاتكم. إذن وننادي على السيد محفوظ رئيس جمعية تامونت للثقافة والتراث الأمازيغي. شكرا جزيلا لسيد رئيس جمعية تامونت. كما كتشوفوا اليوم حنا هنا بالحفل اللي هو بمناسبة المسيرة الخضراء. اولا كنباركوا الشعب المغربي الحدث ولا الظاهرة ديال المسيرة الخضراء المظفرة،
لكل المغاربه ان شاء الله تعالى. وكذلك احنا بالنسبه لنا ك يعني المجتمع المدني، الجمعيه ديال المجتمع المدني، الجمعيه ديال نظر السقايا ولاد الخير، ابس الا ان تشارك هذا الحفل هذا. وكذلك كان عندنا تكريم من طرف المنظمين ديال الحفل على العطاء ديالنا، وكذلك خصوصا على المشاركه ديالنا في الاعانات اللي كانت بالنسبه للمصابين ديال الزلزال ديال الحاوز وتارودانت. فكنشكروا كل القائمين على هذا المبادره الجميله، وان شاء الله كنوعدكم بالمزيد من العطاء. بالمناسبه الذكرى العزيزه والغاليه على كل مغربي، على وهي ذكرى المسيره الخضراء مضفره، اللي كل واحد كيعتز بالاحتفال بهذه الذكرى هذه، لاننا عشنا مراحل في الصغر ديالنا منذ سنه 1975، لان الوالدين ديالنا حضروا في هذا رحمهم الله، حضروا في هذه المسيره وكيعاودوا لنا داك الشيء كانه شي حلم، والحمد لله حلم اللي تحقق، لانهم مشاو واكتسبنا المنطقه، اكتسبنا الصحراء ديالنا الحمد لله الحبيبه، وكنهتزوا وكنفتخروا على اننا مغاربه، وهذا الشيء اللي كيدل على اننا كلنا مغاربه، وخصنا نكونوا جنب الى جنب ونكونوا كنفتخروا ونعتزوا المغرب ديالنا الحبيب. وشكرا. اليوم جينا لهذا النشاط، لهذا الحفل اللي قمنا بالتنسيق مع مجموعه من جمعيات المجتمع المدني هنا بطنجه، ودرنا هذا الحفل او هذه الذكرى 48 للمسيره الخضراء. وصراحه كان الحضور حضور جميل وحضور مشرف، وصراحه كنحاولوا اننا نخلدوا هذه الذكرى اللي كتبقى غاليه وغاليه بزاف على المغاربه، ومن خلالها كنقولوا اننا لن نتنازل ولو على شبر واحد من صحرائنا المغربيه، والله الوطن الميت. تحياتي.